مشروع ترميم وتأهيل المنازل المتضررة في قطاع غزة. بدأت فكرة المشروع قبل عدة سنوات وبالتحديد مع نهاية العام 2007 إثر تكرر الاجتياحات الإسرائيلية لبعض المناطق المهمشة والفقيرة في جنوب وشمال القطاع، تحديدا في منطقتي الشوكة بمحافظة رفح ومنطقة السلاطين والعطاطرة شمال القطاع في بيت لاهيا. تمت الموافقة على تمويل المشروع من بعض الجهات المانحة، وبدأ فريق الإغاثة بحصر الأضرار داخل منازل الأسر المتضررة والأسر الفقيرة في تلك المناطق. تكون فريق المشروع من مهندسين معماري ومدني بالإضافة إلى باحث اجتماعي لحصر وتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل أسرة. شملت الزيارات عشرات المنازل للحصول على قائمة من المستفيدين، ضمت حوالي 80 مستفيد، 40 منهم من منطقة الشوكة برفح و40 من منطقة الشمال. توضح الصور التي نشاهدها الآن الوضع السيء بل المزري الذي يعيشه أصحاب هذه المنازل، حيث نلاحظ سوء التهوية والتشميس داخل الفراغات. فمعظم فراغات المنزل، الغرف، المطبخ، الحمام تعاني من نقص شديد في الإضاءة الطبيعية، بالإضافة إلى سوء التهوية. معظم الجدران والحوائط تعاني من الرطوبة بسبب تساقط الأمطار وعدم وجود مواد للعزل تمنع تسرب المياه إلى داخل المنزل، فبالتالي ازدادت نسبة الرطوبة داخل هذه المنازل. والصور التي نشاهدها الآن توضح هذا الشيء. تم الإعلان عن عطاء لترميم وصيانة المنازل المتضررة ومنازل الأسر الفقيرة في كلتا المنطقتين، وللأسف تجمد المشروع بسبب الحصار الخانق الذي فرض على القطاع في ذلك الوقت وعدم دخول مادة البناء الأساسية ألا وهي الإسمنت. تجددت فكرة المشروع بعد الحرب الأخيرة على القطاع في العام 2008، حيث تم تجريف وتدمير العديد من منازل الأسر في تلك المناطق. هناك المئات وربما الألاف من الأسر التي تركت منازلها المتضررة ولجأت إلى مراكز إيواء مؤقتة، ومن ثم عادت إلى تلك المنازل التي كانت بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل. وبالفعل تمت الموافقة على تمويل المشروع من قبل مكتبي الإغاثة الإسلامية في ألمانيا وفي بريطانيا. بدأ المشروع بترسية العطاء على أحد المقاولين، وبالفعل تم إعادة بناء الجدران وبناء وحدات وغرف جديدة كوحدات نموذجية. نحن نتحدث هنا عن إنشاء غرفة ومطبخ وحمام لبعض الأسر، أو إنشاء غرفة وحمام، أو مطبخ وحمام، أو غرفة مع حمام وملحق بهما مطبخ حسب حاجة كل أسرة. ومن أجل حفظ الحق لهؤلاء الناس المحرومين تم العودة إلى قواعد البيانات الأساسية التي كانت الإغاثة الإسلامية قد احتفظت بها، ليتم تجديد هذا المشروع في نفس المنطقتين. فكانت المرحلة الأولى بترميم وصيانة 35 وحدة سكنية في منطقة بيت لاهيا، شملت المنازل مناطق السلاطين، العطاطرة، بيت لاهيا البلد ومناطق أخرى مجاورة. أما في المرحلة الثانية فقد تم تأهيل وصيانة حوالي 34 وحدة سكنية في منطقة الشوكة برفح. عندما نتحدث عن تأهيل وصيانة المنازل الفقيرة والمتضررة، فنحن هنا نتحدث عن تحسين الوضع الصحي والبيئي داخل كل منزل. احنا نشكر الإغاثة الإسلامية اللي عملت لنا بناء، فبنتنا وحدة سكنية، هان ترميم غرفة وعملت لنا وحدة سكنية، والحمد لله لقيت في عندنا مجلة وعندنا مطرح نظيف، مش زي أول بقى عندنا زين ومش عارفين نقعد ولا والمي بتخش علينا، والحمد لله لقيت 100%، ووضعنا الحمد لله أحسن من أول، ونشكرهم
واسرتي مكونه انا من 9 انفار. انا بشكركم على غرفه المطبخ، عقب مو بالحين كان وقف مي علي والحين مزبط حلو. بشكر الحمام كان يعني ما فيه ولا حاجه غير الماده، الحين ايش حلو بلاط وايش حنفيات وايش زبور وايش ايش كل حاجه فيه. بشكر كل من سوى فيه حاجه، بشكر الغرفه تسلمي على ما تعبت على اللي سوته لي. أحد المخرجات الخاصة بهذا المشروع أنه قام بتوفير فرص عمل لعشرات المواطنين المعطلين عن العمل في تلك المناطق، لدرجة أن بعض أصحاب المنازل قد عملوا مع المقاول نفسه لترميم منازلهم. فأحد المواطنين على سبيل المثال خليل خضير قام بترميم منزله بنفسه بجهوده الذاتية، وعندما بدأ تنفيذ المشروع اشترك مع فريق المقاول لقصارة وترميم منزله، وكانت سعادة هذا المواطن جدا غامرة، حيث وفرت الإغاثة الإسلامية من خلال هذا المشروع المواد اللازمة لترميم المنزل، فتم قصارة الغرفة الداخلية التي كانت بوضع سيء جدا، وكانت الأمطار تدخل إلى داخل المنزل، فتم توفير سقف جديد بالإضافة لعمل صيانة وترميم لهذه الغرفة. احنا طبعا بعد الحرب عانينا من ضيق السكن ومن الوضع اللي كان يعني احنا بنعيشه، سنتين مرت علينا واحنا في وضع سيء، وكانت الغرفة هذه يعني بنينا بيت من خيم، وكانت الخيم تدخل علينا مية، وكان الشتاء هذا قاسى علينا كثير، دخلت المية علينا وأولادنا. لولا تدخل الإغاثة الإسلامية اللي مقرها في بريطانيا جزاهم الله كل خير، وإجوا الجماعة إجوا بارك الله فيهم بنونا غرفة وجهزوها لنا وستوها لنا وعملونا كل اللوازم. والله كسينا سنتين وتعبنا في هذا الوضع. طبعا احنا يعني بنشكرهم من كل قلبنا. يعني انا عايش في البيت هذا 9 انفار عائلتي، وانا من بعد الحرب عاطل عن العمل، ما فيش عمل ما فيش شغل. انا كان عندي محل، كنت انا اشتغل شغلتي في اسرائيل، كنت شغلت للقصارة. يعني احنا اليوم انا شغلتي كنت قصارة، لما اجوا قالوا بدنا نعمل لك نبني لك نعلي لك الغرفة تشجعت، كنت اشتغل معاهم وإلي خاطر أشتغل، يعني لأني إلي هلقيتها فوق 3 سنين ما بشتغلش ولا بعمل حاجة. بعد يعني كارثة حلت بينا أنا وأخويا إلى طلب لمؤسسة الإغاثة الإسلامية، الحمد لله يعني استجابوا لهذا الطلب بأحسن ما يمكن، وقاموا بترميم المنزل إلنا بشكل كتير حلو ولائق للناس للسكن في برنامج ترميم المنازل تحت رعاية المؤسسة، طبعا مؤسسة الإغاثة الإسلامية اللي بنقدم لها يعني شكر كبير كبير، لأنها وفرت علينا مشوار سنين. أنا وأخويا كنا مش حنقدر يعني نقوم بهذا المجهود إلا طبعا بعد مدة كبيرة، ولكن الحمد لله ومساعدة هذه المؤسسة الكريمة استطعنا أن نقف على رجلنا من تاني، وأعطت لنا الأمل وحولت يعني دمعة الحزن اللي في عينينا إلى دمعة فرح والحمد لله. نشكر الإغاثة الإسلامية على مشروع ترميم المنازل للأسر المتضررة، ونشكرهم خاصة ببنائهم وترميمهم المطبخ والحمام الذي لدينا، لأن الأول كنا احنا يعني الشتاء بتأثر علينا في المطبخ والحمام، نعرفش نتحمم يعني عشان الحمام مش دافي كتير، وهم لما عملوا لنا إياه ورمموا لنا إياه صرنا ناكل أكل صحي أكتر، من الدفع عند في المطبخ والحمام صار أكتر، منظر صار أحلى. عملوا لنا في المطبخ هم مجلة وبلطوا لنا قاع الدار وحطوا لنا الشايش وريحونا من حاجات كثير، مدوا لنا لا مؤاخذة مجاري ريحونا.
هناك عشرات المواطنين الذين تحدثوا عن سعادتهم الغامرة إزاء تنفيذ هذا المشروع من قبل الإغاثة الإسلامية. عندما انتهت المرحلة الأولى في بيت لاهيا في الشمال، تم الانتقال إلى ترميم وصيانة 34 منزل جديدين في منطقة الشوكة برفح. وبعد أن انتهت المرحلة الأولى والثانية، تم الانطلاق إلى المرحلة الثالثة والرابعة والتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لترشيح المزيد من أسماء الأسر الفقيرة والمتضررة. وبالفعل تم صيانة وترميم لحوالي 50 منزل أخرى في منطقة الشمال، والمرحلة الرابعة والأخيرة كانت ترميم وصيانة أكثر من 40 منزل ووحدة سكنية في منطقة رفح.